زيارة لبغداد، أجرى عدة لقاءات أهمها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وبتستهدف هذه الزيارة تقديم الدعم للعراق في هذا التوقيت الهام الذي يخوض فيه مواجهات حاسمة مع الإرهاب وبيحرر بلاده. وكان ليه رسالة كمان قالها من رئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مصر تعمل كل ما في وسعها لدعم التوجه الحالي نحو الحفاظ على استقرار ووحدة العراق والتصدي للإرهاب. وزير الخارجية سامح شكري كمان قال أن مصر ترى احتفاظ العراق بدوره المركزي في إطار الأمن القومي العربي واحتضانه للهوية العربية هو شيء يعزز من القدرات العربية المشتركة. نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد صور من تفقد وزير الخارجية السفارة المصرية الجديدة وافتتاحها في العاصمة العراقية بغداد، وكشف أيضا عن أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي نقلها له اليوم أكدت ما احتوته هذه الزيارة من فعاليات قام فيها الوزير بهذه اللقاءات الهامة اللي بتستهدف تقديم الدعم للعراق في هذا التوقيت الهام في مواجهات قوية مع الإرهاب.